بستناكم تزورونا في مهرجان خاصة جناح بلاد الشام، اللي هتلاقوا فيه شغلات حلوة كتير خاصة بتخص بلدان يلي هي سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. بالناخل الجناح أشياء كثيرة تخص البلدان، خاصة اللي هتلاقوا البليلة البلبلوكي معروفة بشكل كبير بالشام، اللي هتلاقوا الزعتر الفلسطيني، المكسرات السورية. مهرجان كتير حلو، اللي هتلاقوا بالجناح كتير فعاليات حلوة بتخص الرقص، الدبكات السورية والفلسطينية، وهتلاقوا يعني مهارات كتير وفعاليات كتير حلوة داخل الجناح. بتمنى تزورونا وتشاركونا عبر فعاليات مهرجان الشيخ زايد. احنا بنمثل فرقة جفرة للفنون الشعبية في الامارات وفي مهرجان الشيخ زايد في جناح بلاد الشام. والله نحن بالنسبة لي شخصياً هاي أول مشاركة لي أتشرف فيها، ولكن شاركنا مهرجانات تانية طبعاً، بس هاي السنة لي أول سنة في مهرجان الشيخ زايد. طبعاً نحن بنحب نوجه دعوة لعامة المواطنين والزوار والوافدين في هذا البلد الجميل لزيارتنا في جناح بلاد الشام ومهرجان الشيخ زايد، حتى يطلعوا على جميع الثقافات الموجودة والفعاليات الموجودة الجميلة في هذا المهرجان الطيب. هلا بيكم عميداني وردتوا يا ابو خالد يلي حبيتوا وردتوا. احنا مشاركين مهرجان الشيخ زايد صرنا تقريبا 5 سنين، بنجيب منتجاتنا من فلسطين، من الضفة الغربية، من نابلس. طبعا بنجيب الزيتون، بنجيب السماق، بنجيب زيت الزيتون، بنجيب المقدوس، الزعتر الفلسطيني، ومشاركين في مهرجان الشيخ زايد ببلاد الشام. بتشرفونا إن شاء الله بمهرجان الشيخ زايد ببلاد الشام، جناح بلاد الشام على جبل فلسطين. عندنا محل الضيافة الشامية، أول سنة منشارك بالمهرجان الشيخ زايد. بينضم عنا نحن البوزة العربية، السحلب، الكنافة، المحلاية، حلاوة الجبن، رز بحليب، البليلة، الفول، فول نابت، الترمس. بتشرفونا بأي وقت ببلاد الشام بالضيافة الشامية مهرجان الشيخ زايد. طبعا أنا صار لي 5 سنين بشارك مهرجان الشيخ زايد التراثي. طبعا عندي المفارش كلها بأنواعها، مفارش المخمل، مفارش القطن، مفارش الشتوية، الصيفية، الحرير، كل شيء بخص السرة وغرف النوم كله متواجد. محمصة بلاد الشام، جناح بلاد الشام، عندي مكسرات الجوز، اللوز، التين، أكلات شامية مميزة. عندي التين محشي بالجوز، الجوز الأحمر، اللوز المشوي على حطب الرمان، كل أكلات شامية، الفستق الحلبي، الكاجو، كل أكلات على كيف. وصاري بشارك المهرجان 5 سنوات. بيزوروا لهون، عندنا الزوار بتجي لعنا بتشوف منتجات السورية مثل التي، مثل الجوز، مثل اللوز، دائما بيجوا لعنا لهون. نحن هي السنة الأولى بالنسبة لنا لمحل لجناح بلاد الشام ومهرجان الشيخ زايد. نحن بنقدم القلابية والقلابيات والعبايات الصناعة السورية والمطرزات السورية، الشك اليدوي والتطريز اليدوي، الخامات السورية، البروكار السوري. في عنا المنتجات الخام، القطن السوري، القطن المنتج السوري. والله نحن نطلب من الجميع يجي يزور جناح بلاد الشام ومهرجان الشيخ زايد بشكل عام. الأسعار مناسبة، الأجواء حلوة، فعاليات كتير حلوة في المسارح الغنائية وفي المسارح الاستعراضية، النافورة عندك كمان كتير حلوة، المطعم الطاير اللي فوق اللي بالجو، يعني فعاليات بشكل عام كتير حلوة الفعاليات. أول سنة بشارك في مهرجان الشيخ زايد، الله يرحمه ويطيب ثراه. زورونا على مهرجان الشيخ زايد، الله يرحمه ويطيب ثراه، في جناح بلاد الشام، محل ملاك الحسن للعبايات، وبشروا بخصم 50%. نشارك مهرجان الشيخ زايد هي السنة الثانية، وإن شاء الله السنوات الجاية كمان إن شاء الله. سعيدين بمشاركتنا معكم، وإن شاء الله كل سنة نشارك وبتشرفونا بزيارتكم بالجناح السوري وجناح بلاد الشام. نستناكم بجناح بلاد الشام مهرجان الشيخ زايد إن شاء الله.